بعد ثلاث زيارات متتالية لرئيس إقليم كردستان، زيارة الرابعة لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بغداد، التي لم تبتعد في مضمونها عن الزيارات السابقة، خاصة أنها تأتي في ظرف تدور في انتخابات الإقليم بين أزمة التأجيلات، إضافة إلى حل القضايا العالقة وبالأخص تأمين الرواتب وضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي. صنع قرار نهائي حول أي من هذه الملفات، سواء الرواتب، سواء الأمن، سواء الاقتصاد، سواء هوية الدولة، سواء الدستور، أي شيء خطر جدا جدا جدا. فعلا الثقة بعدها ما موجودة أو قليلة أو تحتاج يعني عمل أكثر. وللبحث عن حلول لعقد نقطة خلافية تتعلق بموعد إجراء العملية الانتخابية التشريعية الكردية، مفوضية الانتخابات الاتحادية قدمت مقترحا إلى رئاسة الإقليم أن يكون الخامس من شهر أيلول المقبل موعدا نهائيا لإجرائها غير قابل للتمديد، فيما أعلنت أن انتهاء عملية تسجيل الناخبين بايومتريا سيكون مطلع الأسبوع القادم في أربيل والسليمانية ودهوك. تحت الفرصة أكثر أمام الناخبين الذين لم يسجلوا لحد الآن بايومتريا، وكذلك لتحت فرصة أمام مواليد 2006 لكي لا يحرموا من الانتخابات القادمة. بإمكانهم مراجعة مراكز التسجيل لغرض التسجيل بايومتريا، وكذلك عندنا حالة البصمات الغير المقروءة بالنسبة للحامل البطاقة البايومترية ولكن بصماته غير مقروءة، أيضا بإمكانهم مراجعة مراكز التسجيل لغرض أخذ بصماتهم مرة ثانية. زيارة تفاوضية لاستعادة الثقة والتعاون في مواجهة التحديات على كافة الأصعدة واستعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، ملفات يرغب المركز والإقليم في حلها ضمن أطر الاتفاقات السياسية وسيادة الدستور، كونه الضامن الوحيد للتعايش المشترك والاستقرار ووحدة البلاد. البارزاني في بغداد، والهدف حل الخلافات وفق الدستور فيما تبحث انتخابات برلمان الإقليم السادسة عن تحديد موعد جديد لها بعد أن دارت في فلك التقاطعات والتأجيلات. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.